فجأة ودون سابق إنذار انطوت صفحة يفيغيني بيرغوجين زعيم فاغنر القوة العسكرية الضاربة في روسيا سقوط أو إسقاط طائرته الخاصة نال الاهتمام الكبير بقدر الاهتمام الذي ناله يوم أعلن تمرده على الكرملين قبل نحو شهرين كانت مئتا كيلومتر فقط تفصله عن تغيير خريطة روسيا لكن التراجع له ثمن كبير وخصوصا عندما يكون الخصم بوتين وهو ما رفع احتمالية وقوفه وراء فرضية إسقاط الطائرة بعدما ظهر كفاقد لهيبته فهو سيد تصفية الحسابات مع الخصوم بحسب تعبير ويليام بينز مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية غياب أو تغييب بيرجوجين يترك أسئلة عالقة كثيرة حول إن جرى التخلص منه انتقاما أو لإزاحة خطره على سيد الكرملين وفي كلتا الحالتين فهي رساله للخصوم المعارضين والمتعاطفين بالتراجع اهم الاسئله ايضا مصير قوات فاغنر وامكانيه قبول بوتين بدمجها بالجيش الروسي بعد حادثه التمرد والتي تفتح الباب ايضا لسؤال مهم حول وجود قائد اخر اعده بيرغوجين للانتقام له ومتابعه طريقه قد تبدو قصه بروجين مألوفه بالتاريخ وتكررت كثيرا لكن هناك حقيقه اخرى يراها خصوم بوتين في اوكرانيا بان الجيش الروسي لم يعد ذلك الجيش المتماسك بل الضعيف في ظل المعاناه والشكاوى التي نقلها قائد فاغنر قبل تمرده وعلى الرغم من حديث كثير من المعارضين لبوتين داخل روسيا وخارجها بانه لا يذكر احد قائد قوات فاغنر بسبب جرائمه لكن الحقيقة الواضحة أكدت أن مقتله فضح خطأ غزو بوتين لأوكرانيا والأزمات التي تعاني منها روسيا بسبب القيادة الدكتاتورية ما يعني وصول بوتين إلى نقطة اللاعودة بعد مقتل بيرغوجين واحتمالية ظهور جنرالات آخرين في أي لحظة إذا ما لمسوا ضعفا لدى سيد الكرملين